السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حساس الكرنك او حساس البي ام هاش نتاع الموتور 2 لتر كاشكاي اللي هو يجي في الكرنك من الخلف، يجي من تالي جنب تحت التربو، هذا يمشي مع الفيلبركان ما يمشيش مع الفولون موتور. هذا الحساس هذا يعيش في الزيت في الفيلبركان مع الفيلبركان، وهذا حساس اللي هو يقول لك الزيت اوكي اثنين يعني قرب بعض. هذا يجي هنا زيت كيف كيف اللزوز، الزوز يجوا في البلوك ماهوش في الكارتير. هذا موديل، هذا ماهوش في الكارتير اللي هو كابتر دويل يقول لك اوكي، وهذا كابتر بي ام هاش او كابتر في البركان او حساس الكرانك في محرك 2 لتر. وهنا هذا حساس الاربكام، هذا حساس الاربكام تاع 2 لتر، وهذا حساس الديزل اللي هو حساس ضغط الديزل اللي هو كابتر بريسيون غازوال. حساس الديزل في موتور نيسان كاشكاي 2 لتر، حساس الديزل اللي هو كابتر بريسيون غازوال، تحت منه شمعات لوط، هذوما الشمعات المحركة، شمعات تسخين محرك الديزل، شمعات تسخين يسموه بوجي بريشوفاج. هذوما البخاخات، أربع بخاخات. الحساس طبعا يجي في المسطرة، هي اسمها مسطرة، فما حساس من تالي حساس من قدام، هذا الحساس السنترال اللي هو يتحكم في الضغط متاع الديزل. من هنا الكور بابيون اللي هي الفراشة، حساس الهواء وحساس الجير، ومنها البومب هاش بي هي تجي في الأربعة كامل. بومب هاش بي يعني مضخة طرمبة المازوت تجي في الأربعة كامل من الخلف. هذايا التربو الكتروفان تربو نتاع نيسان كاشكاي 2 لتر، هذايا الكتروفان تربو اللي هي تمشي بالهواء هذه، وهذايا التربو هذا دخول الهواء وهذا خروج منه الهواء، يسموه جرون تربو، هذا تربو كبير. هذايا من هنا البخاخات، عندنا من هنا هذايا الخراطيم نتاع الزيت نتاع التربو، هذايا مكان اللي هو فلتر البيئة أو الكاتاليزير أو عندنا من هنا مضخة الديزل اللي هي بومب اتش بي، وعندنا من هنا مضخة الهواء، هذايا حساس الاربكم، هذايا ليجير، وهذه الفرش الكور بابيون، وهذايا حساس الهواء. حساس الزيت نتاع نيسان كاشكاي اللي هي 4 في 4 اللي هو 2 لتر، حساس الزيت يجي هنا حدا مبرد الزيت، هذا هي مبرد الزيت، تحت منه ترموستا، فوق منه ستارتر اللي هو الدمرر، فوق منه ليجير اللي هو فوق من معاه الفراشه كور بابيون، ومعاه حساس الهواء، ومعاه ليجير اللي هو يمشي بكهرباء. من هنا حساس الاربكام، هذه حساس الاربكام، ومن هنا مضخة الهواء، وهذه مضخة الديزل تجي في الاربكام من الخلف بومب اتش بي، ومن هنا حساس الحرارة هي في المحرك هذايا 2 لتر، وهذه حساس الضوء الخلفي نتاع علبة السرعة.
حساس الهربة كم نتاع السيارة موتور كشكاي 2 لتر 4 في 4 كتف وكتف، هذا حساس الهربة كم، والفراشة اللي هي كور بابيون، وحساس الهواء والجير، وحساس الزيت هنا لوطة، يجي لوطة حساس الزيت، والستارتر اللي هو الدمرار، ومبرد الزيت، والترموستات يجوا هنا بالجهة هذه، والشمعات 4 شمعات يجوا هنا متكين، وهذه المسطرة اللي هي فيها حساس نتاعها واحد من قدام واحد من الخلف، هذا الشمعات، ومن هنا البخاخات 4 4 بخاخات نتاع، ومن هنا فلف التبخير في المحرك هذايا 2 لتر نتاع نيسان كاشكاي اللي هي كاشكاي 4 في 4 4 في 4، ومن هنا مضخة الهواء نتاع الفرامل نتاع نيسان كاشكاي اللي هي هنا وراها اللي هو يجي حساس نتاع الربركام، فراشة نتاع محرك 2 لتر دي سي اللي هو نتاع نيسان كاشكاي، هذا هو محرك رينو اصلا موجود في كاشكاي وموجود في رينو، هذه الفراشة حساس الهواء بحذاها والجير بحذاها، يعني ثلاث حاجات مع بعضها محطوطين في مكان واحد، هذه هنا منا فما ستارتر اللي هو دمر، وتحت منه مبرد الماء، وتحت منه ترموستا هذه، ومن هنا حساس الزيت، هذه في المحرك 2 لتر كاشكاي، الفوق هذه المسطرة اللي هي الرامب فيها حساس الديزل، والبخاخات الأربعة يجوا لفوق هذوما في المحرك هذايا 2 لتر نيسان كاشكاي نتاع سيارة 4 في 4 كتف وكتف. عاود لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.